يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، هل ورد تفسير لأن المقصود بهم أصحاب البدع والفرق الضالة؟ قيل هذا، قيل هذا والله أعلم، أن يراد بها الذين يعملون أعمالا غير مشروعة ويتعبون أنفسهم فيها ولا أجر فيها بل فيها عذاب، قيل هذا في معنى وليس ببعيد أنه يدخل في معنى الآية. نعم.